بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهنيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بمنفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة ونوه سموه بمسار العلاقات الاخويه الوطيده التي تربط بين مملكه البحرين والمملكه المغربيه الشقيقه، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا سموه حرص مملكه البحرين على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات الثنائيه المشتركه بين البلدين، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة وإلى أخيه معالي السيد عزيز خنوش رئيس الحكومة المغربية